وإذا رجعنا إلى التعابير المستعملة في رسالة وزير الخارجية، سنجد أنه يتحدث عن تعليق للاتصالات ما بين المغرب وألمانيا لأسباب تتعلق بسوء تفاهم عميق، بقضايا تمس قضايا أساسية للمملكة المغربية. يعني في إجمال، قبل أن نتحدث عن الأسباب والمسببات، يعني هذا الإجراء هو إجراء يعني لا يمكن أن نقول أنه طبيعي، ولكن يعني أحد الإجراءات المعمول بها في قاموس الدبلوماسية والعلاقات الدبلوماسية بين البلدان، مثلا استدعاء سفير للتشاور، وهذه آليات للتنبيه لربما يعني او حتى للتحذير احيانا او للاحتجاج احيانا اخرى على اشياء يعني تعرقل او تعكر صفو العلاقات بين البلدين، ولكنها لا تعني باي حال من الاحوال قطع العلاقات، وانما العلاقات تظل مستمره، العلاقات الاقتصاديه، العلاقات مصالح المواطنين، المبادلات التجاريه لا تتاثر بهذه الاجراءات، وانما هو نقول اجراء للتنبيه. يراد منه تمرير بعض الرسائل المشفرة احيانا بين البلدان حينما تصل الامور الى وضعية معينة. هذه الوضعية الان خلفيتها لا يمكن ان انا كباحث او كمحلل ان اجزم ما هي النقطة التي افادت الكأس، ولكن سأتحدث عن النقاط الأخرى التي ملأت الكأس، وربما النقطة التي أفاضت الكأس قد تنكشف في الأيام المقبلة. النقاط هذه العلاقات المغربية الألمانية هي علاقات يعني جيدة جدا في 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 مجملها. المبادلات الاقتصادية ممتازة، يعني حوالي تقريبا حوالي 4 مليار دولار كمبادلات بين البلدين. المبادلات المغربية يعني حتى هي جد مهمة، صادرات المغرب نحو ألمانيا تقريبا يعني أزيد من حوالي 40% من هذا الحجم، يعني حوالي مليار و600 مليون دولار مثلا كصادرات مغربية، يعني هناك جالية مغربية، يعني علاقات جد جد جيدة. ويكفي الرجوع إلى تصريح وزير خارجيتنا منذ حوالي 3 أشهر ربما أظن في ديسمبر أو نوفمبر الماضي، كان قد صرح على أن العلاقات في مستوى جيد بين ألمانيا والمغرب بمناسبة يعني ربما الاتفاق على قرض ما بين البلدين، وفيه يعني تجاوز الواحد فاصلة ربما حتى هو 4 مليار دولار. يعني هي علاقات تدخل إجمالا بين العلاقات نقول التي تسمى التي تتصف بأنها علاقات استراتيجية للمغرب، لأن ألمانيا الآن أصبحت تشكل جزءا من الاتحاد الأوروبي الذي هو الشريك الأول للمغرب. وإن كانت ألمانيا من حيث المبادلات التجارية بصفة عامة المغرب يعتبر شريكها ربما رقم 55، وبالتالي ليس هناك تأثير كبير في العلاقات التجارية، ولكن نظرا لهذه الخلفية سواء مع الاتحاد الأوروبي أو حجم الجالية المغربية أو حجم المبادلات إلى آخره، يمكن أن نتحدث عن أن هناك علاقات جيدة مع هذا البلد. إذن فما الذي يعني أوصلها إلى هذا المستوى، أو ما الذي ملأ هذه الكأس؟ في الفترة الأخيرة طبعا في رسالة وزير الخارجية يتحدث عن قضايا أساسية. أولى القضايا الأساسية وعلى رأسها قضية الصحراء، يعني بعد اعتراف الولايات المتحدة في 10 من ديسمبر الماضي بالسيادة المغربية على أراضيه في الصحراء، والذي هو في الحقيقة كان تتويجا لمسار الأمم المتحدة بما فيها الدول الأوروبية التي أصبحت منذ 2007 تتحدث عن الحل السياسي المتوافق عليه، والذي لا يمكن أن يخرج عن حل تحت السيادة المغربية. ألمانيا كان لها موقف في الحقيقة غير مشرف في هذه العلاقات، أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه موقف غير ودي تجاه المغرب، هذا إن لم نقل أنه موقف يعني أكثر من ذلك، وربما فيه نوع من العداء للمصالح العليا للمغرب. ثم أتبعتها بخطوة، يعني كانت هناك تصريحات للقيادين أو للمسؤولين الألمان بعدم الرضا عن هذه الخطوة والدعوة إلى مراجعة الموقف الأمريكي مثل إسبانيا وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي، ولكن أتبعتها ألمانيا بموقف آخر في داخل مجلس الأمن وبالدعوة إلى عقد يعني جلسة خاصة حول هذا المستجد وهو اعتراف الأمريكي، يعني شكل من أشكال الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة موقفها، وهو طبعا ما لم تستجب له الولايات المتحدة. كانت هناك يعني نقاط أخرى في على 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 في مجال دائما القضية الوطنية، أصبحت الأنشطة الانفصاليين بدعم من الجزائر
الجزائر وبتحريك من الجمعيات التي تمولها الجزائر داخل أوروبا بصفة عامة وفي ألمانيا بصفة خاصة، أصبحت لها أنشطة متزايدة عدوانية ضد الوحدة الترابية للمغرب، ونلحظ ذلك في البرلمانات سواء الجهوية أو حتى في البوندستاغ الألماني، ونلحظ ذلك في يعني التحول التدريجي في الخطاب السياسي المستعمل من طرف لا الحكومة ولا المعارضة الألمانية حينما يتحدثون عن قضية وحدتنا الوطنية، يعني انزياح نحو استعمال مصطلحات من تمتح من قاموس الجزائري الانفصالي. واخر ربما مستجد في هذا الامر وهو رفع خرقة الانفصاليين التي يسمونها راية فوق احد البرلمانات المحلية، اظنها في بريمن في الفترة الأخيرة. يضاف الى ذلك اذا ربما اردنا ان ننبش اكثر ان مثلا ألمانيا اقصت المغرب من مسلسل او من لقاء برلين ومؤتمر برلين المتعلق بالقضية الليبية، علما ان المغرب يعني كان يعني شاهدا وفاعلا في المصالحة الليبية منذ ولادة الأزمة، ولا ادل على ذلك الاتفاق الصخيرات سنة 2015 او 2017، ثم الاتفاقات او اللقاءات التي انعقدت في بوزنيقة وفي طنجة والتي سهلت ومهدت الطريق للانفراج الذي نشهده حاليا بعد تعيين رئيس حكومة والتقارب الموجود حاليا على الساحة الليبية. إذن حتى هذا الإقصاء يعني نظر إليه المغرب على أنه موقف من ألمانيا تجاه المغرب، لأنه لا يمكن تفسيره إلا بالإقصاء، نظرا لأن ألمانيا استدعت دولا ليست حتى من الجوار الليبي المباشر، دولا بعيدة عن المنطقة المغربية، ليس لها جيش وليس لها أي يعني تواجد في الساحة الليبية، وبالتالي لم يكن مقبولا هذا الإقصاء أيضا. يعني إذا أردنا أن نعدد هناك العديد من هذه النقاط التي قد تكون هي التي ملأت هذه الكأس، ولكن ربما في الخلفية بما أننا نتحدث عن قضايا أساسية هناك أيضا بعض القضايا الأمنية التي ساهمت ربما في هذا في الوصول إلى هذا المستوى من التشنج في العلاقات. ونذكر على سبيل المثال على أن المغرب يعني أصبح شريكا تعترف به أوروبا، الدول الأوروبية كلها، يعني من إسبانيا إلى فرنسا إلى بلجيكا إلى ألمانيا بحد ذاتها وغيرها من الدول، بل وصل الأمر إلى حتى الولايات المتحدة الذين يعترفون بالمجهودات التي يقدمها المغرب في الحرب على الإرهاب. والمخابرات المغربية قدمت معلومات سواء في تفكيك الخلايا أو بطريقة استباقية حتى لاستباق العمليات أو أحيانا للوصول إلى منفذي بعض العمليات كما حدث بالنسبة لبلجيكا وبالنسبة لفرنسا. إذن هناك اعتراف رسمي سواء بالشواهد أو بالأوسمة التي تقدمها تلك الدول للمسؤولين الأمنيين المغاربة، ولكن في الاتجاه المقابل المغرب يعيب عليهم ويعاتبهم على أنه ليس هناك تعامل بالمثل، فهناك أشخاص مطلوبين لدى العدالة المغربية ولكن لا يتم تسليمهم. ربما هذه الحالة تنطبق أيضا على ألمانيا، وقد يكون هذا الملف من بين الملفات الشائكة التي أضافت إلى هذه النقاط السوداء التي تحدثنا عنها، أضافت إليها نقطة أخرى هي التي ملأت هذه الكأس. ولكن النقطة الأخيرة التي ربما أفادت هذا الكأس قد نتعرف عليها في الأيام المقبلة إذا تم الكشف عنها من قبل سواء الجانب المغربي أو الألماني. هذه هي يعني الخلفية هذه الأزمة، وأعتقد أنها أزمة عابرة لأن العلاقات ما بين المغرب وألمانيا يعني هي تندرج في إطار العلاقات المغربية الأوروبية التي تعتبر استراتيجية، ولا يمكن أبدا أن نتحدث عن قطيعة أو نتحدث عن قطع العلاقات، هذا شيء مستبعد جدا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.